عندكم تجربة ناجحة جداً كذلك وناجعة ونثمنها، تجربتكم في الانتخابات. كثير في الدول وقفوا الانتخابات، بينما بمصر مع الجائحة رتبتوا وزنتوا كيفية الاستمرار في الانتخابات النيابية وفي نفس الوقت المحافظة على الصحة. كذلك وزارة الصحة كان لهم دور بأخذ اللوائح الإرشادية من منظمة الصحة العالمية المبنية على الأدلة والبراهين اللي كانت معروفة لنا على أساس أن يضعون الخطط الانتخابات. هاي بعد نوع من النجاح. النجاح الآخر البطولات الرياضية التي قمتوا بها، يعني عندكم بمصر من أوائل الدول التي استرشدت بكل اللوائح منظمة الصحة العالمية بالمعايير لفتح وغلق الأنشطة الرياضية، الأندية الرياضية، وكيف نبتدي بإدراج الألعاب الرياضية. يعني أنا أول مرة ما جيت في السنة الماضية مثلا بطولة العالم للسكواش بالإسكندرية، بطولة كانت ناجحة. طبعا سلسلة من البطولات، البطولة الكبيرة بطولة العالم لكرة اليد، بطولة العالم لكرة اليد 32 دولة، وزارة الصحة والسكان مع وزارة الشباب والرياضة مع جميع أجهزة الدولة حققوا غاية البطولة 32 دولة. بعد إن هم كيف استفادوا من الخبرات من اللوائح المنظمة الاسترشادية، كيف طوعوها إلى لوائح استرشادية لداخل مصر مع الوزارات المختلفة، فهاي بعد نجاح. نجاح الآخر إن مثل ما ذكرت من البداية مصر شاركت على مستوى الإقليمي مع المكتب القطري الإقليمي ومع مكتب الدولي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف من خلال عدة لجان خبراء، لجان نقل المعرفة، لجان تجارب سريرية. يعني احنا نتكلم عن تجارب سريرية للعلاجات، اللجنة العلمية. مصر من الدول المتقدمة في كيفية التعامل مع الأنشطة الرياضية، الرياضات المختلفة، كيفية فتح الملاعب، كيفية الإجراءات الاحترازية اللي مقدمة من المنظمة، احنا نسميه الحشود، طب الحشود ممكن يكون يعني تجمعات، كيفية التعامل معها. منظمة الصحة العالمية ليست المسؤولة المباشرة بتأكد ان الإجراءات طبقت، كل دولة مسؤولة، كل جهة مسؤولة ان هي تتأكد ان الإجراءات طبقت. بمصر انتم مثل ما ذكرت ان عندكم عدة بطولات دولية حصلت بشكل مستمر، اخر بطولة كانت بطولة الجمباز، وحصلت عن طريق بعضهم مباشرة وبعضهم عن بعد، ودائما فيها اخذوا كل لوائح الداخلية لمنظمة الصحة العالمية، كل الإجراءات اللي اعطت المنظمة للدول انها تستفيد منها طبقوها وطوعوها لمصر. بالنسبة للمشاركات الدولية للبطولات العالمية نفس الشيء، كمنظمة نعطي والدولة هي المسؤولة. يعني حاليا مثلا احنا نعرف ان اولمبياد طوكيو حاصلة، كمنظمة احنا عندنا اتفاقية تعاون، مدير العام وقع اتفاقية تعاون مع الفيفا، ولكن لدعم الأنشطة الرياضية، لأن مع الجائحة اكتشفنا لما طلبنا من البشر أن يقعدون في بيتهم، عدم التحرك، عدم فتح الحدائق، عدم فتح، فماذا المفروض يصير؟ كيف نغير بالأنشطة الرياضية الفردية؟ وفي نفس الوقت لأن الرياضة بتعزز من قوة الصحة وقوة المناعة،